بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصحابة عجيبون، كل صحابي يتميز بشيء معين، فبماذا كان يتميز الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه؟ لقد كان مجاب الدعوة، إذا رفع يديه إلى السماء انتهى الأمر، سلاح فتاك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بذلك، فقال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فأصبح سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة. في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان سعد واليا على الكوفة، فظلمه أهل الكوفة واشتكوا عليه عند عمر، فبعث عمر من يسأل عنه أهل الكوفة، فأثنى أهل الكوفة عليه خيرا، إلا رجل واحد افترى على سعد، فقام فقال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، يعني ما يخرج مع الجيش. سبحان الله، كذب، ثلاث اتهامات كذب. فلما سمعه سعد بن أبي وقاص تضايق، فقام واستخدم سلاحه فقال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. لاحظ، ثلاث افتراءات بثلاث دعوات، فارتفعت دعوة سعد إلى السماء، فطال عمر هذا الرجل سبحان الله، فصار شيخا كبيرا حتى وقع شعر حاجبيه على عينيه من طول عمره، ومع هذا يتعرض للجواري في الطرق والأسواق، يتعرض للفتيات فيغمز هذه ويلحق هذه، فإذا نهاه أحد قال دعوني أنا شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. أخي الكريم، أختي الكريمة، قد تمر عليك لحظة تظلم فيها من إنسان، قد يكون مديرك في العمل، قد يكون جارك أو تاجر من التجار أو أحد مدرسين أو حتى أحد أصحابك، لا أدري، لكن قد يقع عليك ظلم من إنسان، فماذا ستفعل إذا ظلموك؟ إذا ظلمك أي أحد فستصبح أنت الآن عند الله مظلوما، فإذا كنت بالفعل كذلك فأنت الآن عزيز. نعم، قد ملكت رقبة الظالم تفعل فيها ما تشاء من أحد اختيارات ثلاثة، بإمكانك أن تختار ما تريد، إما أن تختار أن تطبق عليه العقوبة الأولى، أو أن تختار الاختيار الثاني بتطبيق العقوبة الثانية، أو أن تختار الاختيار الثالث، الأمر متروك لك. فبعد أن ظلموك أصبحت أنت الآن السيد والظالم الذي ينتظر تنفيذ الحكم، ليس فقط بالآخرة بل حتى في الدنيا. الاختيار الأول أن تدعو عليه، نعم هذا من حقك، أنا لا أود أن تدعو عليه ولكنه حقك في النهاية، ولا يستطيع أحد أن ينازعك فيه، إذا أردت أن تدعو عليه يمكنك ذلك، ولا تصدق الذين يقولون لك حرام عليك أن تدعو عليه، لماذا تفعل ذلك؟ لا لا أبدا، هذا الحق أعطاك إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يمنعك أحد منه؟ حتى لو كان المظلوم غير مسلم فإنه يملك هذا الحق أن يدعو على من ظلمه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا وإن كان فاجرا، فإنما فجوره على نفسه. أخي الكريم، أختي الكريمة، إياك أن يدعو عليك أحد، إياك، والله الأمر أعظم مما تصور. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك تحذيرا شديدا، فقال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة ليس بينها وبين الله حجاب، تحمل على الغمام ويقول الله لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لا إله إلا الله. ولهذا كان السابقون يخافون أن يدعو عليهم أحد، يخافون. قال يزيد بن حاتم ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته
وأنا أعلم ألا ناصر له إلا الله، فيقول حسبي الله عليك، الله بيني وبينك. يخافوا يا يقول أحدهم رأيت رجلا في السوق مقطوع اليد من الكتف وهو ينادي من رآني فلا يظلمن أحدا، من رآني فلا يظلمن أحدا. فتقدمت إليه فقلت له يا أخي ما قصتك؟ فقال يا أخي قصتي عجيبة، وذلك أني رأيت يوما صيادا وكان اصطاد لتوه سمكة كبيرة تتحرك فأعجبتني، فجئت إليه فقلت أعطني هذه السمكة. قال لا أعطيك إياها، أنا أبيعها وأخذ بثمنها قوتا لعيالي. يقول فضربته وأخذتها منه قهرا وذهبت بها، فبينما أنا أمشي بها وأحملها معي عضتني السمكة على إبهامي عضة قوية قبل أن تموت السمكة. فلما جئت بها البيت ألقيت السمكة من يدي وآلمني إبهامي ألما شديدا حتى أنني لم أنم من شدة الوجع والألم، وتورمت يدي. فلما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت إليه الألم، فقال يجب أن أقطع إبهامك وإلا تقطع يدك. فقطعت إبهامي، ثم امتد الألم إلى يدي فلم أهدأ من شدة الألم. فقيل لي اقطع كفك، فقطعته وانتشر الألم إلى الساعد، وآلمني ألما شديدا ولم أستطع القرار، وجعلت أستغيث من شدة الألم. فقيل لي اقطعها من المرفق، الله المستعان. يقول فقطعتها فتفاجأت أن الألم وصل إلى العضد أشد من الألم الأول. فقيل اقطع يدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كله. يقول فقطعتها، فقال لي بعض الناس ما سبب ألمك؟ فذكرت له القصة، قصة السمكة. فقال لي لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة واستحللت منه وأرضيته لما قطعت أعضاؤك عضوا عضوا. فاذهب إليه الآن واطلب رضاه قبل أن يصل الألم إلى قلبك فتموت. قال فلم أزل أبحث عن الصياد صاحب السمكة في البلد كله حتى وجدته، فلما وجدته سقطت عند رجليه أقبلها وأبكي، أقبلها وأبكي، وقلت له يا سيدي سألتك بالله أن تعفو عني. فقال لي ومن أنت؟ الصياد نسي. قلت أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا، وذكرت له ما جرى لي وأريته يدي المقطوعة، فبكى حين رآها ثم قال يا أخي أنت في حلم مظلمتي، لقد رق قلبي لما رأيت ما أصابك. فقلت يا سيدي بالله عليك هل كنت دعوت علي لما أخذت منك السمكة؟ قال نعم لقد دعوت عليك، لقد قلت اللهم إن هذا تقوى على ضعفي، اللهم فأرني قدرتك فيه. لا إله إلا الله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم مستيقظ يدعو عليك، وعين الله لم تنمي، وعين الله لم تنمي. لا تستهن بدعوة مظلوم، لا تقل هؤلاء لا يستحقون من يهتم بهم، هؤلاء خدم، هؤلاء موظفون سيئون، هؤلاء طلبة كسالى. انتبه، هذه دعوة مظلوم ولو كان ظلما يسيرا، لا تستخف بدعائه. مرة من المرات دخل رجل على الوزير فلسبب ما يعني لطمه الوزير، فقال رجل تضربني تضربني والله لأرمينك بسهام الليل. سهام الليل مصطلح مشهور سابقا يطلق على الدعوة التي يدعوها المظلوم على الظالم في آخر الليل، لأن الثلث الأخير من الليل وقت استجابة للدعاء،
حيث ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له؟ فقال الرجل والله لأرمينك بسهام الليل. فقال الوزير اذهب أنت وسهامك. سبحان الله، يستهزئ. فكان هذا الرجل يقوم الليل ويصلي ويبكي، يصلي ويبكي ويقول يا ربي لطمني، يا ربي لطمني، وربنا يعرف أنه لطمه ولكنه يشتكي، يقول يا ربي لطمني. ومرت الأيام، ولكن سبحان الله ذات يوم دخل نفس الرجل الذي ضربه دخل المدينة، فإذا المفاجأة أن يد الوزير مقطوعة ومعلقة على باب المدينة. ما الذي حدث؟ لقد غضب الخليفة من الوزير فانقلب عليه وقطع يده وعلقها على الباب نكاية فيه. طبعا صاحبنا عرف اليد التي صفعته، ينسى الصافع ولكن ما ينسى المصفوع. فأين ذهب استهزاؤه بسهام الليل؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أنت لست بمعصوم عن الخطأ، وربما تكون قد ظلمت أحدا في يوم الأيام، وأنا أعلم أنك تخاف أنه ربما يدعو عليك الآن، فما هو الحل؟ بسيطة، اذهب إلى الذي تخشى أنك ظلمته وكلمه بأسلوبك الخلوق كلاما طيبا، واطلب منه أن تفتح معه صفحة بيضاء جديدة. لا تترفع عن ذلك، لا تقول أنا أطلب من فلان أن يسامحني، مستحيل. أنا أعلم أن الشيطان يحرضك على هذا، قاوم هذه الأنفة البشرية واتركها، لأن هذا المظلوم قد يسامحك في الدنيا، أما يوم القيامة فلو طلبت منه العفو بدم قلبك فلن يفعل. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فكيف لا يفر منك أنت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. لاحظ، ليس غدا، اليوم. لهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في آخر أيام حياته، بالتحديد في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه، خرج النبي على الناس في المسجد فصعد على المنبر وقال أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، فليستقد مني اليوم، يعني فليقتص مني اليوم، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، فليستقد مني اليوم، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي، فليستقد مني اليوم، قبل أن لا يكون هنالك دينار ولا درهم. مع أنه بأبي هو وأمي حاشاه صلى الله عليه وسلم ما ظلم أحدا، حاشاه ما ظلم أحدا صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، والله النجاة يوم القيامة أغلى من نظرة الناس إلي ومن غروري ومن أنفتي ومن كل شيء. أما أنت أيها المظلوم فمن حقك أن تدعو على من ظلمك، ولكن ليس هذا هو اختيارك الوحيد للرد على ظلم من ظلمك، بل يمكنك أن تفعل أمرين آخرين، اختيارين أيضا لم نذكرهما إلى الآن. ما هما؟ اسمحوا لي، وقت الحلقة انتهى اليوم، لكني سأتشوق لرؤيتكم في الحلقة القادمة. تابعونا.